ربما مشروع مماثل قد يدخل في تنافس مع هذه الشركات التي استثمرت فيها مليارات الدولارات، وهي شركات عملاقة وتقدم خدمات كبيرة. من جهة أخرى كذلك، من جهة أخرى، القدرة الشرائية للمواطن الخليجي، هل سوف المواطن الخليجي يقبل التنقل عن طريق السكك الحديدية أم سيبقى بالنسبة إليه التفاضلية؟ تعرفون عندما ندرس بسيكولوجية المستهلك دائما ندرس بقيمة تفاضلية. ماذا يفضل المواطن الخليجي اليوم؟ هل سوف يقبل هذه الخطوط ولديه الخطوط الحديدية ولديه حل بديل وهو النقل الجوي؟ هذا من ناحية أخرى. أتصور من الممكن جدا، وهذه يمكن لو قلنا هي أقل التعقيدات، إيجاد جواز سفر موحد لمواطنين مجلس التعاون الخليجي، لأن أوجدنا اليوم رخصة القيادة موحدة، وأيضا في الطريق إلى إيجاد هوية مدنية موحدة. القضية الأساسية هي نحن نتأرجح في الاقتصاد نوعا ما لتشابه قطاعاتنا الاقتصادية، والاختلاف ربط عملاتنا المحلية بالعملات الدولية. لست متحمس لقضية ارتفاع سعر برميل النفط إلى هذه الدرجة على أساس أنه سيوفر السيولة والتمويل الداعم. السبب في اعتقادي ذلك أن عندما ترتفع الأسعار إلى هذه الدرجة ينضرب الطلب، لقد نشهد أيضا انخفاضا في الجهة الأخرى في الطلب على النفط بسبب ارتفاع سعره. ولكن أنا أعتقد بالنسبة للإمارات حتى داخليا الأمر استراتيجي جدا، ليس يعني من الناحية الاقتصادية وكذلك من الناحية الأمنية والاستراتيجية، القدرة كذلك على النقل السريع.